مفكرة أنك هزمتيني، ما هيك؟ لا، اليوم أنت رح تخسري حياتك كلها. وماني رح سامحك. هالمرة انتهيتي، ما رح تهربي مني ابدا. صدقيني يا أبرجيتا، اليوم رح تموتي انت وبناتك. هاي، شو رح تساوي؟ لا تقربي مني. ليكي لا تقربي مني بنوب. عملك لا تقربي. اوعك تقربي. أبرجيتا بعدي من هون. هاي، شو عم تساوي؟ شو عم تعملي؟ لشو عم تخططي؟ طالعيني من هون. شو عم تعملي؟ تعي طالعيني. أبرجيتا اتركيني، أنا عن جد رح أقتلك. بوعدك إنه أنت وبناتك رح تموتوا. ساعدوني. لا أبرجيتا، كيروسين دغري بيشتعل. لا 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 تعملي هيك، أوعك. لا تحريني يا أبرجيتا، لا. أنا ما بدي موت، لا ترمي نار علي. لا هلا بحترق، أنا ما بدي موت، ما بدي موت حرق، ما بدي. اليوم ما حدا رح يتدخل بيناتنا، لا في أخوكي ولا الشرطة ولا خدعك رح تفيدك. اليوم ما حدا بيقدر ينقذك من الموت. ماما 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 مدام سين، ماما افتحي الباب. ماما ردي علي، لو سمحت افتحي الباب. ماما شو عم يصير؟ افتحي لنا الباب مدام سين. ما بدي حدا يتدخل بيناتنا، هي معركة بين الخير والشر، معركة بين العدالة والظلم. اليوم وحدة منا رح تضل عايشة. أبرجيتا لا تحرقيني، ما بدي موت، بترجاكي سامحيني. قالوا لا ما تقتلني، بترجاكم يا جماعة. كبير كبير، انت شرطي مضبوط ومن واجبك تنقذني، ما رح تتركها تحرقني صح؟ فيني انقذك اليوم، بس عندي شرط لحتى اقدر ساعدك. اعترفي بالحقيقة. نيها بترجاكي ساعدي امك، أنا بعرف إنه ما بدك تخسري أمك، حبيبتي رح تقتلني، بترجاكي ساعديني. ليش مفكرة إنه نيها ما بدها تخسرك؟ ليش أنتي شو عملتي مشانها؟ أنتي دائماً كنتي تستغليها، ولا مرة فكرتي فيها، دائماً بتفكري بمصلحتك وبس. ما في بنت بتتمنى تشوف أمها بهالوضع. انت خسرتي بنتك، وحتى نيها بدها انه الظالم يتعاقب على كل شي عمله. اليوم خسرتي بنتك يا موهيني. نيها بترجاكي، نيها تعالي ساعدي امك، لا تقربي لهون. لا لا كبير، قلتلي اذا بعترف لك بالحقيقه انت بتنقذ حياتي، ما هيك؟ صح، بس اذا هي المره بتكذبي انا ما رح اقدر ساعدك ابدا. سونيها يلا سجلي أقوالها لشوف. نحن رح نقدم هاي القضية بشكل مباشر للقاضي. اعترفي موهيني، هاي آخر فرصة لك. إذا بتكذبي ما حدا رح يقدر يساعدك، ولا حتى كبير. لا ماني رح أكذب بشي، أنا رح أقولها للحقيقة كلها، رح أعترف بوعدك، رح أقول الحقيقة. أبرجيتا يلي شايفينها سرقت كل شي مني، سرقت جوزي وبنتي وبيتي. أنا حاولت انتقم منها كتير، بس كل مرة كانت تقدر تنفض مني.
أبو. أنا أعطيته الإبرة. هلأ رح ينام حوالي 8 ساعة. بس تذكري وقت يفتح عيونه أنت لازم تكوني قدامه. أنا يلي عملت كل شيء. أنا يلي خليت الفيديو تبع تشافي وبير ينتشر على الإنترنت. أنا يلي عملتها. أنا يلي كتبت الحكي السيء على الخيط. عملت هيك لأنه كان بدي أسرق سعادتك أنت وبنتك. إيه أنا يلي عملت كل شيء. ضليت عم حاول أأذيكي مرة بعد مرة، وهي بكل مرة كانت تهزمني. مشان هيك كرهي لألا صار يكبر، صرت أكرهها هي وبناتها كمان. بعدين أنا بلشت جرب أنتقم من بناتها. أول شي حاولت أقتل ديشا لأحرق قلب أمها. هالبودرة فيها سم الكوبرا. إيه ده عم يصير لونه أزرق. وحطيت حية بغرفتها هي وأرجو. بس ديشا ما قربت عليها ويمكن ما شافتها. بعدين رحت استهدفت آشا. انتحلت شخصية تشافي واستعملت برنامج لأحكي بصوتي. انتي ما بتعرفي اني هكرت موبايلي وهكرت كل حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي ورح اتحكم فيهم. بعدين اقنعتها تشارك بمسابقة انا كنت مجهزتها. كانت غايتي عزبها وامها تتفرج، وكنت ناوي اقتلها بعد ما عزبها كمان. المسابقة بتبلش ب 19 حزيران، والفايز رح يربح جائزة 50 مليون. كان بدي اعذبها لآشا بعدين اقتلها. كل المشتركين لازم ياكلوا الفليفله لحد اللي قدامهم خلال 30 ثانيه بس. ماما هلا الجوله الثانيه من لعبتنا رح تبلش. بهالمرحله المشتركين رح يواجهوا الموت، رح يواجهوا العقرب السام. بس كيف عرفت أبرجيتا اني حاطه آشا بالمغسله؟ ما زبطت. أبرجيتا دخلت مره ثانيه ونزعت لي كل خططي. وبعدها أنا اضطريت أعمل حالي ميت. بس كيف عملتي هالشي؟ أنا شفت نفسك، ما كنتي عم تتنفسي وقلبك ما عم بيدق. هاد كان جزء من الخطة تبعي. أنا كان بدي تفكروني متت، لهيك عملت بحث عن الموضوع، وبهالبحث تبعي أنا لقيته للدواء. يعني بعد ما تاخدي هالدواء دقات قلبك رح تخف لدرجة إنه رح تبيني ميتة؟ هاد الدواء عجبه. انت عن جد عبقرية. عن جد؟ وقت اخذ الدواء دقات قلبي رح تخف ساعة كاملة، ووقتها ما حدا رح يقدر يعرف اني عايشة. حتى ما رح يبين مع حدا اني عم بتنفس. وقتها الكل رح يفكر اني ميتة طبعا.